عدوان إماراتي عسكري ودعم انقلاب على الدولة حدث كبير باستثناء بعض الجهود. ماذا قدمت الدبلوماسية اليمنية في معركتها ضد الاعتداء الإماراتي؟ وهل فعلا أن غياب الدور الدبلوماسي انعكاس مباشر لغياب الفاعلية للأجهزة الرسمية؟ إلى المساء اليمني، أهلا بكم. رغم اتجاه الأزمة بين اليمن والإمارات لأعلى درجات التصعيد، لا تبدو المعركة على الصعيد الدبلوماسي بمستوى الأزمة التي يشهدها البلد. يفترض أن قضية تمس جوهر العمل السياسي لرئيس الجمهورية، وهي الحفاظ على السيادة، يتوجب أن ينتقل بشأنها العمل الدبلوماسي من الخارجية إلى رئاسة الجمهورية، في الوقت الذي يشهد اليمنيون صمتا على مستوى هرم السلطة، باستثناء بعض البيانات ناهيك عن شغور منصب وزير الخارجية في هذا الظرف الحرج. حدث بحجم اعتداء عسكري وانقلاب على بلد كان بحاجة لتصعيد دبلوماسي على أعلى المستويات والدفاع عن موقف الدولة اليمنية من الانقلاب والعدوان العسكري على البلاد. هل فعلا أفقدت سياسة الرئيس هادي تجاه مؤسسات الدولة الرؤية والقدرة على اتخاذ القرار، وأن غياب الدور الدبلوماسي هو انعكاس مباشر لغياب الفاعلية الرسمية؟ بلاد في حالة حرب يبدو فيها البعد الإقليمي والدولي أشد وضوحاً من الأبعاد المحلية، ومع ذلك يعاني جهازها الدبلوماسي شللاً تاماً يثير التساؤلات حول المسؤول عنه وأهدافه. قرابة 3 أشهر على شغور منصب وزير الخارجية اليمني بعد تقديم خالد اليمان استقالته، ورغم الأداء الجيد الذي يقدمه نائبه الحضرمي كقائم بالأعمال، إلا أن ذلك يبدو مدخلاً مناسباً للحديث عن ملف الدبلوماسية اليمنية في هذه اللحظة الحرجة. يؤخذ على الدبلوماسية اليمنية إخفاقها في تصدير الأزمة الأخيرة مع دولة الإمارات وتصعيدها إلى مواجهة دبلوماسية في الأروقة الدولية. فحدث بحجم اعتداء عسكري ودعم الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن كان بحاجة لتصعيد دبلوماسي على أعلى المستويات والدفاع عن موقف الدولة اليمنية ومحاصرة الأدوار الإقليمية التخريبية، وفي مقدمتها الدور الإماراتي. يقول مقربون من دائرة صنع القرار إن سياسة الرئيس هادي تجاه مؤسسات الدولة أفقدها الرؤية والقدرة على اتخاذ القرار، وهو ما تجلى واضحا في أداء المؤسستين العسكرية والدبلوماسية منذ توليه سدة الرئاسة حتى اللحظة. في حين تبدو العلاقة بين اليمن والإمارات وقد وصلت لأعلى درجات التأزم، كان من اللافت أن الموقف الأكثر تصعيداً جاء من جانب الطرف المعتدي وهو الإمارات، فيما اختارت الدبلوماسية اليمنية نهجاً لا يتناسب مع حالة تهدد السلطة الشرعية بالزوال والدولة اليمنية بالتفكك، في الوقت الذي يفترض أن حالة كهذه تنقل العمل إلى مرحلة أعلى من التعاون بين رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، إلا أن حالة الشلل التام أبقت الوضع عند مستوى البيانات. وبالإضافة إلى مشكلة غياب وزير خارجية في هذا الظرف، فإن ضعف أداء السفارات في عواصم القرار الدولي يلقي بمزيد من الشكوك حول دور الرئيس هادي وجهازه، وسط اتهامات أن الكثير من السفراء باتوا مؤيدين للمجلس الانتقالي ويعملون ضد السلطة الشرعية أو على الأقل لا يمثلونها. يدافع دبلوماسيون عن هذه الحالة بأن غياب دور وزارة الخارجية ليس سوى انعكاس لغياب الفاعلية في رأس السلطة، وهو ما يعيدنا إلى السؤال الرئيسي: ما الذي يفعله الرئيس هادي؟ إذن مشاهدينا، بعد أن تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة، ورحب بضيوفي، وينضم وهنا في الاستديو لنا الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ ياسين. حياكم الله. وسينضم إلينا أيضا آخرون لاحقا في هذه الحلقة. أستاذ ياسين، في خضم هذه الأحداث التي تعيشها اليمن الآن، وربما الأبرز فيها الانقلاب الذي حصل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، ودخول دولة الإمارات بشكل مباشر في مواجهة مع الحكومة الشرعية، لو أردنا تقييم أداء الدبلوماسية اليمنية بالنسبة لك، كيف تقيم أداء الدبلوماسية حيال وإزاه كل هذه الأحداث والتطورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخي العزيز سامي السامعي ولمشاهدي قناة بلقيس الفضائية، كل عام وأنتم بخير. طبعا هذه قضية مهمة جدا، وتشير إلى طبيعة التحديات الهائلة التي تواجه السلطة الشرعية واليمنيين من خلف هذه السلطة الشرعية في هذه المرحلة.
هناك حالات كثيرة تجعل من هذه المعركة التي يخوضها اليمنيون ضد الاحتلال وضد محاولة فرض الانفصال معركة معقدة وشائكة وتحدياتها كثيرة، من ضمنها على سبيل المثال اختلاط الأوراق والأدوار المشبوهة التي يؤديها البعض من داخل السلطة الشرعية، عدم وضوح مواقف القيادة البارزة في السلطة الشرعية، الضغوط الهائلة التي تتعرض لها هذه القيادات. يعني هناك قلة من القيادات التي يمكن القول أنها سجلت مواقف تاريخية رائعة في هذه في هذا المنعطف الخطير من تاريخ اليمن. على سبيل المثال أحمد الميسري، صالح الجبواني، الأستاذ الدكتور صالح سميع، عبد العزيز جباري وغيرهم. يعني اعذروني من لم نشير رئيس الوزراء رئيس الجمهورية، وفي المقدمة وفي مقدمة هؤلاء الأستاذ الدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي أقيل من منصبه وهو يخوض معركة الكرامة في وجه الاستعمار الإماراتي والهيمنة الإماراتية في محافظة أرخبيل سقطرة. وقد رأينا أن طريقة إقالة أحمد بن دغر كانت تشير إلى هذا الخلل في منهجية السلطة الشرعية وإلى حجم التفريط الذي قامت به هذه السلطة الشرعية وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، إلى هذه الدرجة من الضعف وانعدام الخيارات، بمعنى أن هناك تراكم للسلوك الخاطئ. يعني في 2011 كان هناك توافق يمني على معالجة القضية الجنوبية من خلال عدة إجراءات، 20 نقطة تقريبا وضعت في عهد الرئيس عبد الرب ومنصور هادي، وكانت تقضي بأن ربما يتقاسم الجنوبيون مع الشماليين على الرغم من فارق في حجم السكان المناصب ضمن مرحلة انتقالية، حتى يشعر الجنوبيون بأنهم أصبحوا مكون أساسي في هذه الدولة وأن مظلوميتهم انتهت. لكن واضح أن التجارة بهذه المظلومية ومحاولة لعب دورين في وقت واحد أصبح سلوك غالب على معظم الذين يشغلون المواقع الأساسية من أبناء المحافظات الجنوبية. وهناك طبعا مسؤولين في المحافظات الشمالية يلعبون نفس الدور الانتهازي ويمارسون نفس القدر من التجارة بالمواقف السياسية. لكن أكثر ما يجب أن نلفت إليه هو أن الدبلوماسية اليمنية اليوم غائبة نتيجة لأن الأذرع التي يفترض أن تعتمد عليها في تسويق القضية اليمنية في هذه المرحلة وفي تسويق الاعتداءات التي تعرض لها الوحدة اليمنية في هذه المرحلة، هذه الأذرع مشلولة تماما، لأن معظم السفارات في العواصم الرئيسية الفاعلة مع لندن، باريس، واشنطن، لا نريد أن نقول أيضا لأنه هناك طبعا دبلوماسيين جنوبيين جيدين، لكن واشنطن أيضا يعني في نهاية المطاف أحمد بن مبارك ماذا صنع؟ يعني لم يصنع شيئا تقريبا فيما يتعلق بتوضيح أبعاد الصورة. هو المفروض يعني كأداء وتعامل، يعني ما هي الآلية التي يفترض التعامل من خلالها دبلوماسيا في هذا الحدث؟ يعني مثلا كانت هناك تغريدات وبيانات تصدر عن وزارة الخارجية وموقف من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ماذا كان يفترض أيضا أن يكون وأنت تقيم أداء الدبلوماسية اليمنية؟ يعني أنت تخوض معركة من أجل توضيح الموقف. اليوم العالم يتلقى معلوماته بشأن ما حدث في عدن وفي اليمن من الرياض وأبو ظبي، ويبني مواقفه على أساس المعلومات التي تصل من هاتين العاصمتين. مهمة الدبلوماسيين اليمنيين والسفراء في هذه العواصم الرئيسية أن يتحركوا لدى المسؤولين ولدى صناع القرار ولدى وسائل الإعلام، وأن لا يهدأوا ولا يكلوا ولا يملوا في توضيح الحقائق، ما الذي يجري في المحافظات الجنوبية، ما طبيعة الاستهداف التي تعرض له الدولة اليمنية في هذه المرحلة. لابد من توضيح الصورة من خلال نشاط مكثف، لكن الذي يحدث هو أن هناك حجب للقدرات، حجب متعمد للقدرات الدبلوماسية اليمنية في هذه العواصم بما لا يسمح بتوضيح وجهة النظر التي تعبر عن الأغلبية العظمى من الشعب اليمني الرافض والمستهجن لما تقوم به الإمارات العربية المتحدة عسكريا ولما تقوم به المملكة العربية السعودية سياسيا من خلال دعم وتوفير المخارج للاعتداءات العسكرية التي تنفذها الإمارات
الحركات وافضت منذ العاشر من اغسطس وحتى اليوم في تثبيت الانقلاب في محافظه في عدن، وهو انقلاب الجميع يعلم انه ذاهب الى الانفصال. الانقلاب الذي جرى في صنعاء اليوم يكرس انفصال شمال الشمال عن الدولة اليمنية، والانقلاب الذي جرى في عدن يكرس انفصال الجنوب عن الدولة اليمنية. كل هذه الانقلابات وهذه الاستهدافات التي تتعرض لها الجمهورية اليمنية هي من صنع هذه الدول تحديدا، يعني ليس من اليوم وإنما من 2011 عندما تدخلت هذه الدول بصور عدة في الأزمة اليمنية، وتطور تدخلها إلى مؤامرة ثم إلى حرب ثم إلى تفكيك للدولة اليمنية. للأسف الشديد الذين يشغلون المناصب الدبلوماسية عليهم أن يحترموا أنفسهم، وعليهم أن على الأقل أن يحتفظوا بقدر من الإحساس بالشعور أو بالمسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه عائلاتهم وتجاه أوطانهم، لأن الذي يمارس هذا القدر من المراوغة والخداع من موقعه ومن منصبه، يعني أنت الآن طيب أستاذ ياسين، قد يقول لك أحدهم ألا يفترض يعني الواقع أنه هؤلاء هم موظفين وربما يتلقون توجيهات من وزارة الخارجية للتحرك والإدلاء بالتصريحات وعمل مقابل وما إلى ذلك من تحركات يفترض أنها في ضمن العمل الدبلوماسي، أنه لا يمكن بشكل شخصي أنه يقوم بهذه التصرفات والتحركات. شوف أنا أعطيك ثلاث أربعة أمثلة. واشنطن يشغلها سفير كان مدير مكتب رئاسة الجمهورية وأمين عام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وشخص مقرب جدا من الرئيس عبد الرب منصور هادي. باريس ياسين رياض ياسين كان وزيرا للخارجية. لندن ياسين سعيد نعمان كان رئيسا لمجلس النواب ورئيسا للوزراء وشخصية اعتبارية كبيرة. برلين يحيى الشعيبي كان وزيرا في حكومة عدة وبالتالي أحد رجالة الدولة. هؤلاء ليسوا موظفين، هؤلاء سياسيين في المقام الأول، وهؤلاء يدركون أهمية أن تقوم السفارة بدورها بواجبها انتصارا للقضية اليمنية في هذه المرحلة. لكن أن يقدموا أنفسهم على مستوى الراتب سفراء للدولة اليمنية وللجمهورية اليمنية وعلى مستوى العمل يتماهون مع المشروع الانفصالي، هذا عيب معيب جدا. يعني إذا قلت أن وجودك كسفير في نهاية المطاف هو مقابل المرتبات، جزء من هذه المرتبات هو من عائد الثروات الجنوب، أقول لك تمام، هناك جزء من ثروات الجنوب تغطي تكاليف وجودك كسفير، لكن ثروات الجنوب يعني مشان نكون واقعيين لا تمثل شيئا بالنسبة لثروات الشمال إذا أردنا أن نحسبها مناطقيا. ثانيا يمكن أن تحصل على مرتباتك كاملة لكن اترك المنصب، اترك المنصب، لأنه كيف أنا يمكن أن أثق فيك وأنت تبني دولتك الجديدة وأنت منافق وأنت كذاب وأنت تمارس الخداع. سأطرح لك فكرة ربما قد تأتي في بال أحد من يتابعنا الآن، أن تقول بعض الشخصيات سفراء من الجنوب ربما في عواصم مؤثرة لم يتحركوا ولم يقدموا شيء، هناك أيضا سفراء شماليين من معسكر ربما قد يكون محسوبين على الرئاسة وأحزاب وتنظيمات مهمة ربما داخل، أيضا هم لم يصدر أي موقف، أي من السفراء صدر عنهم موقف في الأحداث الأخيرة؟ ربما هناك صمت، حالة صمت مطبق من كل السفراء. لدينا نماذج، لدينا نماذج مشرفة من 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 السفراء. يعني نذكر على سبيل المثال علي العمراني السفير اليمني في الأردن، هذا الشخص يعني عبر عن موقف ليس بس يعني تجاوز حتى مخاوف كونه سفير يلتزم بتعاليم وزارة الخارجية الى التعبير عن موقف الشخص الحريص على بلده وعلى وطنه وعلى موقفه. لكن ايضا في سفراء ينتمون الى الشمال، مثلا سفيرنا في المغرب، هذا السفير ايضا لم يقم بدوره كما ينبغي في توضيح الحقيقة. ربما يعني هناك سفراء يتأثرون بالظروف في العواصم نفسها، يعني السفراء الذين يتواجدون في عواصم عربية إسلامية أتفهم لماذا لم يستطيعوا التحرك، لأن هذه العواصم مرتهنة بدرجة أو بأخرى. الآن صار لدينا انقلابين، أيوة. مثلا لو عملنا مقاربة ما أداة دبلوماسية، الانقلاب الأول والانقلاب الثاني، هل تغير شيء؟ هل هم تحركوا أصلاً فيما سبق ووضحوا وجهة نظر الحكومة الشرعية؟ هذا سؤال مهم للغاية. هو طبعاً نحن ندفع ثمن المؤامرة التي شارك فيها هؤلاء جميعاً،
المؤامرة على 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 ربيع اليمن، على التغيير، على النظام الانتقالي الذي أفرزته ثورة 11 من فبراير. هذم كانوا جميعا شركاء في هذه المؤامرة التي نفذت بتمويل سعودي إماراتي وأفضت في نهاية المطاف إلى وصول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء، وكان الجميع يوهم نفسه بأن الحوثيين سيأتون إلى صنعاء ويقضون على نفوذ الإصلاح وعلى روافد الإصلاح وينتهي كل شيء ثم يعودون إلى صعدة وانتهى الأمر. وكان هناك فكرة يعني يسوقها الرئيس نفسه أنه هناك مراكز قوى لا نستطيع أن نتعاطى معها الآن، لهذا يمكن للحوثيين أن يقوموا بهذا الدور بدعم من الجيش اليمني للقضاء على مراكز القوى من ضمنها الأصلاح ورؤساء القبائل إلى آخره المحسوبين على قوى التغيير. لكن هذه السياسة، هذه المنهجية التي اتبعها الرئيس عبد الرب منصور هادي ورجالة الدولة هي يعني لم يتخلصوا منها حتى اليوم، يعني بقيت يعني الآن ترسخت كحالة من النفاق السياسي والازدواجية في المعايير وفي السلوك وفي التصرفات. لم تحدث حالة انتقال، لم يتغير السيستم أبدا، لا زالوا يتصرفون بنفس المنهجية الانتهازية الغادرة المخادعة التي خادعت شعبا بكامله وأوردته موارد الهلاك. يعني في نهاية المطاف من الذي قاد البلاد هذه إلى حرب؟ هم هؤلاء المسؤولين، من رئيس الدولة إلى أصغر واحد من الذين يشغلون اليوم. ألم في هذه اللحظات يصدر موقف عن المملكة العربية السعودية بشأن التطورات الأخيرة في اليمن؟ سنعلق عن هذا الموقف والبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية، لكن ينضم إلينا أيضا من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا بك، كيف الحال؟ قبل أن أسألك عن تقييمك لأداء الدبلوماسية اليمنية موضوع هذه الحلقة من المساء اليمني، لو نعلق في البداية عن البيان السعودي الذي صدر قبل لحظات، تقول المملكة العربية السعودية فيه أنها تؤكد استعدادها لمد يد العون والمساعدة لمن تضرر مما وصفته بالفتنة والإسهام في معالجة المصابين انطلاقا من دورها التاريخي تجاه الشعب اليمني، وأيضا تؤكد على ضرورة الانخراط في حوار جدة بشكل فوري ومن دون تأخير، وتشدد على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن المملكة، وتعلن أنها تتابع التطورات الأخيرة وتأسف لما حدث ما بين الأشقاء. تعليقك أستاذ عبد الناصر، ومن ثم نستمع لتعليق الأستاذ ياسين. مساء الخير وتحية للأخ ياسين. يعني البيان طبعا ما بيحكيش كل شيء، عبارة عن عبارات عامة، وهي يعني هي حالة من مراضة للطرف الذي هو يمثل الحكومة، وفي نفس الوقت الضغط عليه. يعني عندما يتحدث عن أنه مستعد لمعالجة الجرحى، ويعني كأنه هذه من باب المراضة، لكن الأمر الآخر يشير إلى أنه حتى وإن كان البيان وصف ما حدث في عدن بالفتنة. كيف؟ البيان وصف ما حدث في عدن بأنه فتنة ما بين الأشقاء، هذه اللغة وتحديد هذه أيضا، يعني أيضا هذه اللغة أيضا هي كما ذكرت لك هي محاولة السعودية في ورطة أوقعتها الإمارات فيها. الإمارات هي تريد تنسحب عسكريا من اليمن، لكن تريد يبقى لها وجود سياسي، هي تريد أن تتخلص من لعنة اليمن، في نفس الوقت هي تريد أن تظل في اليمن تمارس نفوذ وسلطة بدون أن يكون لها وجود عسكري مباشر وتتحمل نتائجه. لهذا السبب عملت هذه الخطة الغبية. هذه الخطة كانت تقريبا تمكن أنصارها أو عملائها على الأرض، يسيطروا على الأرض ويتم ما يذهبوا إلى مفاوضات ويتم زرعهم داخل السلطة ويصبحوا هم الجزء المهيمن في السلطة، ومن ثم هي تنسحب عسكريا لكن يبقوا رجالها موجودين في السلطة، ومن ثم تستمر في النفوذ. طيب، هذه الخطة يبدو أن جزء من الطبقة السياسية السعودية تماهت أو قبلت أو أنها رضخت لما يشبه الابتزاز الإماراتي، لأن السعودية حتى الآن هي تخشى أن تبقى وحدها في اليمن.
ألا يكون هناك حتى من حيث الاسم شيء اسمه تحالف. هي لا تريد أن تتحمل المسؤولية كاملة والأعباء كاملة، العبء السياسي، المادي، العسكري، المعنوي. ولهذا الإمارات حاولت أن تجرها إلى هذه الخطة. لهذا السبب الآن السعودية هي من ناحية تريد تضغط على الوفد الحكومة ليقبل بالمفاوضات، وقبوله بالمفاوضات معناه أنه سيقبل بمخرجات هذه المفاوضات، هذه المخرجات هذه جاهزة، هم يريدوا أن تأتي الحكومة وتقبل بأن تبعث نفسها. يعني حتى نحن لا نتكلم دحين عن حكومة نزيهة، احنا نتكلم عن حكومة فاسدة سيئة. هم أنفسهم سيخسروا مراكزهم. لهذا السبب لا يمكن، يعني على الأقل من المستوى النظري، أن يقبل أحد أن يتفاوض على خسارته، وخسارته هي نتيجة حتمية للمفاوضات. يعني النتيجة الحتمية للمفاوضات أنه تعال علي محسن، تعال يا هادي، تعال يا حزب الإصلاح، إحنا هنتفاوض معاكم، نخرجكم من السلطة وندي خصومكم نحطهم بدلكم بشكل من الأشكال، يعني بهذه الصيغة البسيطة. لهذا السبب هم من حيث المبدأ لن يقبلوا أن يتفاوضوا، خاصة أن وسائل الضغط على الميدان، حتى لو افترضنا أن الانفصاليين سيطروا على محافظات جديدة، هذا ما يغير شيء من الصورة، على العكس هو يورطهم أكثر ويجعلهم يتحملوا مسؤولية السيطرة دون أن يكون لهم أي غطاء سياسي أو قانوني. طيب أستاذ عبد الناصر، تبقى معنا طيب تبقى معنا أستاذ عبد الناصر. أستاذ ياسين، في البيان السعودي الأخير هي المملكة تحذر الحكومة الشرعية والانتقال الجنوبي بأنها تقول لن نقبل بأي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية، فلذلك البعض يرى بهذا البيان أنه بيان قوي من المملكة العربية السعودية، ما رأيك؟ يعني هناك مضامين جيدة بالنسبة للبيان، لكن السؤال لماذا تأخر البيان؟ هذا البيان أعتقد أنه يتضمن تهديدات مبطنة للسلطة الشرعية أكثر من أنه يتضمن تهديدات للمجلس الانتقالي، لأنه لمجرد أن تجبر السلطة الشرعية للذهاب إلى مفاوضات مع طرف انقلابي ارتكب جريمة سياسية، وهذه الجريمة ليست عادية وليست هينة، هذه الجريمة السياسية ارتكبت في الوقت الذي تدعي أنت كمملكة عربية سعودية يقود تحالف من أجل دعم الشرعية أنك تنفذ هذه المهمة، في الوقت نفسه يقوم هذا الطرف بتنفيذ انقلاب ضد السلطة الشرعية وأنت تسكت حتى هذه اللحظة حتى تقول هذا البيان. هذا البيان أنا أعتقد أنه يهدف إلى جر السلطة الشرعية مجبرة إلى مفاوضات مع المجلس الانتقالي، بغض النظر عن العبارات الفضفاضة التي تضمنها، وأنا أتفق مع الأستاذ عبد الناصر المودع فيما قاله إزاء هذا البيان. يعني هناك محاولة لإظهار كما لو كانت المملكة العربية السعودية حازمة وجادة في التعاطي مع المستجدات في محافظة عدن، لكن لماذا أنت تدفع بالسلطة الشرعية وتهينها وتجبرها على الذهاب إلى التفاوض مع طرف انقلابي أنت تعلم جيدا أنه لا يمتلك أي مقومات ولا إمكانيات لتنفيذ هذا الانقلاب لولا أن الأسلحة الإماراتية التي دخلت إلى البلاد بحجة دعم الشرعية هي اليوم التي توفر له كل الإمكانيات للقيام بهذه المغامرة وبهذه الجريمة ضد السلطة الشرعية؟ لماذا لا توقف كل ما ترتب على هذا الانقلاب؟ لماذا لا ينسحب الميليشيات المدعومة من الإمارات من المرافق العسكرية والمدنية في مدينة عدن؟ لماذا لا يتم إنهاء هذا الانقلاب بشكل كامل في محافظة عدن؟ وبعد ذلك تعود السلطة الشرعية إلى عدن وتمارس مهامها هناك، ثم يجري النظر في مسألة القضية الجنوبية. وعندما يجري النظر في القضية الجنوبية لا يجب أن يستدعى هذا العميل الذي يسمى عيدروس الزبيدي، هذا عميل إماراتي، يستدعى كل من له علاقة بالقضية الجنوبية وخصوصا القادة التاريخيين للحراك الجنوبي. أين هؤلاء؟ أين ذهبوا؟ أين اختفوا؟ هؤلاء الآباء التاريخيين للحراك الجنوبي الذين مثلوا القضية الجنوبية في فترة صعبة جدا وواجهوا أخطار حقيقية، هذا الذي يستعرض في يعني يخرج مزهوا كأنه امبراطور ليقوم بتحقيق الاستقلال الجنوب. أي استقلال هذا الذي يتم بهذا الزهو بهذا الفخر بهذه الإمكانية الهائلة؟ أي استقلال؟ هذا سطو، هذا سطو على السلطة الشرعية بحماية الإمارات وبحماية السعودية.
ثم يريد أن يقدم نفسه على أنه بطل. هذا ليس بطل، هذا عميل يعمل لحساب الأجندة الإماراتية، ليس له علاقة بالمحافظة الجنوبية. وبالتالي السعودية إذا أرادت أن تقف حول ما يسمى بقضية جنوبية أو مظلمة جنوبية، مع أن اليمن كله الآن يشعر بالظلم لأن كل مقدراته باتت بأيدي قادة جنوبيين غير مؤهلين ولم يصدقوا أنفسهم بعد أنهم قادة الدولة وأنهم يحكمون اليمن. إلى الآن يقال أن الرئيس عبد الرب منصور هادي يقول لقادة ينتمون للمحافظة الشمالية: أنتم يا شماليين. هذا الرجل ظل يتحدث مع كل مسؤول جنوبي ويقول له اعملوا من أجل الجنوب، لم يصدق بعد أنه رئيس الجمهورية اليمنية. وكذلك بقية المسؤولين، هؤلاء عليهم أن يعوا جيدا أن المسألة هي مسألة أمانة في المقام الأول. يعني أنت الآن تحكم الجمهورية اليمنية وهؤلاء يحكموا باسم الجمهورية اليمنية، وهؤلاء الذين دفعت بهم الإمارات للانقضاض على الجمهورية اليمنية بإمكانيات عسكرية أصلاً دخلت إلى أرض الجمهورية اليمنية انتصاراً للجمهورية اليمنية، هذا غير ممكن وغير معقول. فالرئيس عبد الرب منصور هادي عندما إذا أراد أن يستجيب للدعوة السعودية يطلب كل القادة التاريخيين للحراك الجنوبي لكي تصبح الأمور واضحة. ثم هل نذهب إلى حل سياسي شامل؟ لأنه هذا التجزيء غير مقبول الآن. يعني أنا سبق أن قلت أنه يمكن لمجموعة من قطاع الطرق أو السيئين من أصحاب الأخلاق السيئة أو القوادين على سبيل المثال، يمكن هؤلاء أن يتجمعوا في ساحة عامة، تأتي الإمارات وتعطيهم مدرعات كثيرة وأسلحة كثيرة ثم يتصرفون كتنظيم. هل يتعين على السلطة الشرعية أن تتعامل معهم كقوات أمر واقع؟ قوادين مثلا على سبيل المثال معهم أسلحة، جاء طرف أقليمي مكنهم من هذه الأسلحة وأصبحوا قوة أمر واقع. كذلك الأمر ينطبق على كل شخص يدعي أنه ممكن يكون بطل استقلال أو انفصالي أو طيب. إلى آخره. إذن من الذي خلق هذه الكيانات؟ الذي خلق هذه الكيانات هو التحالف نفسه. على التحالف هذا أن يعالج المشكلة التي خلقها، المشكلة التي وضعها، عليه أن يتخلص من كل العصيان الذي وضعها في دواليب السلطة الشرعية ولم يمكنها من الحركة حتى اليوم. البيان السعودي حتى هذه اللحظة فيه مضامين إيجابية، لكن هل المملكة العربية السعودية صادقة وجادة في إنهاء مفاعيل أو آثار الانقلاب في عدن؟ عليها أولاً أن تلزم هذا الطرف الانقلابي بالانسحاب بشكل كامل، عليها أن تتعاطى مع الذين تورطوا في هذا الانقلاب كمجرمين سياسيين، حتى نتفهم أن المملكة العربية السعودية حريصة على اليمن وحريصة على وحدة اليمن وعلى استقرار اليمن. طيب نعود للأستاذ عبد الناصر لموضوع هذه الحلقة. أستاذ عبد الناصر، في خضم هذه المعركة اليوم للحكومة الشرعية والتي تخوضها الآن بعدما حدث في عدن، كيف تقيم أداء الدبلوماسية اليمنية في هذه المعركة؟ يعني أداء الدبلوماسية هو انعكاس الأداء الفعلي لهذه السلطة، هذه السلطة مثل ما ذكر الأخ ياسين لم تتعامل كأنهم رجال دولة وبأنهم معنيين بالجمهورية اليمنية. لسوء الحظ يعني معظم القادة الجنوبيين السياسيين الجنوبيين لم يتعاملوا وكأنهم يخدمون الجمهورية اليمنية، وتعاملوا فقط وكأنهم يخدمون مناطقهم. يعني لاحظنا تصريحات خالد بحاح الذي يتحدث وكأنه انفصالي رقم واحد، يتحدث عن احتلال وعن غزو الشمال للجنوب، ونفس الشيء عبد ربه منصور رئيس الجمهورية في أكثر من خطاب وفي أكثر من مناسبة يتحدث عن الشماليين ويتحدث عن قوات شمالية، وفي حديثه مع الجنوبيين يتحدث معهم هكذا: تمكنوا من الجنوب، سيطروا على الجنوب، اديت لكم الجنوب. يعني هناك خلل أساسي في الأساس، خلل يتنافى مع الأسس البسيطة للدولة. ونفس الأمر ينطبق على من تعينوا دبلوماسيين. تخيل زياد ياسين انفصالي وأصبح وزير خارجية، ثم أصبح الآن سفير في باريس. أحمد عمر، أحمد بن مبارك يحضر حفل قبل فترة الانفصاليين يرفعون العلم الانفصالي داخل أمريكا، وهو ضمن المدعوين، وكان إلى جانبه اليماني حينما كان مندوب اليمن في الأمم المتحدة. يعني هذول الناس لم يتصرفوا بأنهم يمنيين، بأنهم تصرفوا وبأنهم انفصاليين،
يسيطروا على الجمهورية اليمنية، ولهذا نخروها من الداخل ولا زالوا من الآن وليسوا معنيين بعودة الشرعية، ليسوا معنيين، لا يهمهم صنعاء، يعتبروا صنعاء هذه دولة مدينة في عاصمة لدولة أخرى، ولهذا سلموها بكل بساطة. ياسين سعيد نعمان ظل يتصرف بذهنية القروي رغم أن الناس اعتقدوا في لحظة ما بأنه زعيم وطني. عندما وصل الحوثيين إلى عدن قال لماذا نزلوا عدن؟ بينما عندما كانوا يتمددون في عمران وفي صعدة وفي منيع ولا صنعاء لم يقل لماذا وصلوا صنعاء، لكن عندما وصلوا إلى قريته تحدث وقال لماذا وصلوا إلى عدن، والبعض قال لماذا وصلنا تعز. يعني هذول الناس القروي الذي في ذهنه عقل القروي يتصرف هكذا، لأنه من البداية ليس من حق عبد الملك الحوثي أن يكون في مران، أن يحكم مران مران أو حتى أصغر قرية في اليمن، ليس من حقه ولا من حق القاعدة ولا من حق أي فصيل أن يحكم قرية صغيرة، لكن هؤلاء القرويين بهذه الذهنية فقط عندما وصل إلى قراهم أو محافظاتهم قالوا لماذا أتى إلى هنا ولم يبقى هناك. هؤلاء نفسهم الدبلوماسيين، معظم الدبلوماسيين تم تعيينهم وهم ليسوا مؤمنين بالجمهورية اليمنية، ولهذا هؤلاء. طيب أستاذ عبد الناصر، طيب بعيدا عن السفراء، ما صدر من بيانات وتصريحات عن وزارة الخارجية، هل كان يمكن أن يكون هناك أداء أفضل إلى جانب هذه البيانات أم هي كافية؟ وأيضا إلى أي حد شغور منصب وزير الخارجية له تأثير؟ طبعا يعني هذه الحكومة اليمنية ظلت فترة بدون رئاسة أركان بداية الحرب وبدون وزارة الدفاع لفترة طويلة، لكن لديها وزير سياحة وهي في حالة حرب. هذه الحكومة الآن هي في أمس الحاجة أن يكون لديها وزير خارجية وليس لديها وزير خارجية وهكذا. يعني الأداء يبدو بعضه اجتهاد شخصي من نائب وزير الخارجية وبعضه فقط يعني إسقاط واجب. يظل طبعا بالفعل يعني الأداء أقل من المتوقع وأيضا لا نعرف خلفيته، يعني الرئيس مثل عبد الرب منصور لا تتوقع لا احد يطمئن له ولا احد يركب عليه، بمعنى انه لا احد يشعر بان هذا رئيس وطني، بان هذا الرئيس عنده مبادئ وعنده خطوط حمراء سيتوقف عندها، بحيث انه لو اتخذ موقف ما سيحميه. هذا الشخص بعض المسؤولين الذي ابدوا في لحظه ما موقف ضد الامارات قام بعزلهم بدل ما يكافئهم على مواقفهم الوطنيه. نتذكر جباري ونتذكر بن داغر ونتذكر غيره، ولهذا ليس هناك لدينا هذه الحقيقه، هي ليس لدينا من سلطه تمثلنا، ليس لدينا من راعي، ليس لدينا من ولي امر نقولها هكذا بالمعنى البدائي. لدينا عباره عن ناس طارئين وصلوا الى السلطه كمؤقتين ليحلوا مشاكل، قاموا بتعقيد المشكله اليمنيه ليستمروا واداروا السياسه من خلال الفوضى، من خلال خلق المشاكل وليس من خلال حل المشاكل. اداروا المشكله اليمنيه من خلال الفرشه بين مكونات الشعب اليمنيه، كانت مكونات سياسيه، مكونات جهويه، حاولوا يظهروا كم نحن مختلفين وليس كم نحن متفقين. لهذا السبب هناك خلل جوهري وغيره وما دونه سوى تفاصيل يعني هنا وهناك. لهذا لن ننخدع بانه صدر بيان من هنا او بيان من هناك بان هناك توجه جديد او بان هناك سياسه جديده، لا علينا ان ندرك بان الحل الحقيقي والجذري هو التخلص من هذه الشرعيه التي تدعي انها شرعيه وهي لم تعد تمتلك لا شرعيه سياسيه، لا شرعيه اخلاقيه، لا شرعيه قانونيه، وبالتالي هي فقط شرعيه مفروضه من قبل السعوديه. واي مخرج تقولها انا الان يعني علينا والان انا والاخ ياسين وغيرنا من الاصوات التي ارتفعت خاصه في الفتره الاخيره، علينا ان نستمر نرفع الصوت عاليا. اي مخرجات من حوار جده علينا ان نقول بانه غير شرعي ولا يمثلنا وانه من لا يملك لمن لا يستحق. طيب سنقول هذه النقطه للاستاذ ياسين.
طيب سنقول هذه النقطة أستاذ عبد الناصر. وليس لأحد الحق بأن يقسم اليمن أو بأن يمنح مناصب اليمن أو وظائف اليمن لهذا الطرف، وخاصة من الأطراف التي لا تعترف بشرعية الدولة اليمنية. هذا أمر خطير جدا أن تمنح انفصالي منصب وهو يدعو علنا إلى تفكيك الدولة. هذا ما كان حدث في التاريخ ولم يحدث إلا في اليمن إذا حدث. طيب أشكرك جزيلا أستاذ عبد الناصر المودة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان في الأردن، شكرا لك. التخلص من الشرعية، النقطة التي يطرحها الأستاذ عبد الناصر، خطورة ومنطقية هذا الطرح، وإذا تم التخلص من الشرعية ما هو الحامل أو الواجهة اليوم للقضية في اليمن؟ هناك إشكالية حقيقية فعلا، يعني علينا أن ننظر للشرعية على أنها ليس عبد ربه منصور هادي أو هذه الوجوه الكرتونية التي تشغل واجهات الشرعية، وهي وجوه مراوغة طبعا إلا من رحم الله. هناك رجال في السلطة الشرعية وأثبتوا أنهم رجال دولة وأصبحوا أنهم جنود مخلصين لليمن، لكن الغالبية العظمى من الموجودين في الشرعية يعملون ضد الجمهورية اليمنية، وأصبح وجودهم يعني الشرعية بهذه التركيبة فعلا أصبحت مصدر خطر كبير بالنسبة لحاضر اليمن ومستقبله. لأنه ما نشهده اليوم هو استمرار التحالف في تفكيك اليمن قطعة قطعة، ومن خلال استثمار هذه الشرعية الرخوة، هذه الشرعية التي تبارك كل الخطوات ابتداء من دخول الحوثيين من صعدة إلى عمران إلى صنعاء إلى عدن، ثم انحسار هذا الدور الحوثي ليأتي بدلا منهم انقلابيون جدد أنشأتهم الإمارات السعودية بهدف فصل الجنوب عن الشمال. اليوم بعد أكثر من 4 سنوات من التدخل العسكري للتحالف بات الحديث كم يمكن أن يقسم اليمن، هل قسمين أم 3 أقسام أم 4 أقسام، وهناك من يستدعي كلاما سابقا لعلي عبد الله صالح والذي قال فيه أن اليمن سينقسم إلى 4 أقسام، وكأنه كان يتنبأ مع أنه يعرف أنه ساهم بشكل كبير جدا في تنفيذ هذا المخطط عندما كان رئيسا لليمن، وعندما خرج من السلطة معززا مكرما ليتآمر على اليمن ويمكن الحوثيين وإلى آخره إلى آخره. اليوم عندما يستمر هذا الحديث عن تفكيك اليمن في ظل وجود تدخل عسكري يفترض أنه يحمي السلطة الشرعية، فعلينا أن نبدأ بالتساؤل، هل من المفترض أن تبقى هذه السلطة الشرعية؟ طبعا إذا انهارت هذه السلطة الشرعية فهناك مشروع اليمن الاتحادي الفراغ سيملأ، الفراغ سيملأ من كلام أنك أشرت إلى نقطة التقسيم. مشروع اليمن الاتحادي مخرجات الحوار الوطني هي الأساس، هي هذه المشروعية، هذه هي الشرعية التي ينبغي أن نتمسك بها، الدستور، مخرجات الحوار الوطني، الاتفاق المدعوم أمميا، قرارات مجلس الأمن، هذه هي الشرعية التي ينبغي الاتكاء عليها. لكن يمكن محاسبة عبد الرب منصور هادي وغيره من المسؤولين والقول أنه والاستغناء عنهم في لحظة من اللحظات. هنا لا ينبغي الاستغناء عن السلطة الشرعية وإنما عمن يمثلون السلطة الشرعية، لأنهم إذا استمروا في هذه الخيانات، إذا استمروا في هذه التنازلات، إذا استمروا في لعب دور خياني كالذي رأيناه منذ 2014 إلى اليوم، منذ 2013، منذ 2011 إلى اليوم، إذا استمروا على هذه الوتيرة فهم من سيدمر اليمن، هم من سيقسم اليمن. ونكتشف فيما بعد أننا وقعنا على شيك على بياض لهذا الرئيس أو لغيره من المسؤولين، ولم نحاسبه ولم نقل له توقف. المطلوب اليوم أن نقول لعبد الرب منصور هادي توقف، يعني عندما يذهب إلى حوار مع الانفصاليين تحت ضغوط سعودية علينا أن نقف جميعا صغيرنا وكبيرنا أيا كان اليمنيون جميعا عليهم أن يقول للرئيس عبد الرب منصور هادي ليس من حقك أن تقدم تنازلات وقد قدمت تنازلات وأضعت اليمن ولن نسمح لك أبدا بأن تستمر إلى حتى هذه اللحظة. موقف مشروعيتك وشرعيتك غير قابلين بهذه الحوارات والضغوط، مشروعيتك وشرعيتك مرهونة ببقاء اليمن موحدا، مرهونة ببقاء اليمن سليما حتى هذه اللحظة، مرهونا بانتهاء المهددات التي تواجه الدولة اليمنية في هذه المرحلة. إذا لم تقم بواجبك فيمكن استبدالك بكل بساطة. طيب وإذا لم نتمكن، يعني إذا كان الخلاص من عبد الرب منصور هادي سيؤدي إلى فراغ يملأه الحوثيون والانفصاليون، فالشعب اليمني ليس الانفصاليين وليس الحوثيين، الشعب اليمني عدده كبير جدا، أكثر يعني 30 مليون نسمة، هؤلاء يمثلون مشاريع طائفية ومناطقية، ليسوا كل اليمن، صحيح أن بيدهم الأسلحة، لكن الشعب اليمني عندما يقرر أن يواجه ويخلط الأوراق سينتصر في نهاية المطاف، ولن تستطيع أي قوة إقليمية أو دولية أن تهزمه. ثم أن هذا الاحتكار المطلق من قبل السعودية والإمارات للأجواء اليمنية سوف ينتهي
بانتهاء الشرعية، بمعنى أنه لا يجب على السعودية والإمارات أن يهددونا بأنه إذا انتهت الشرعية سيملأ الفراغ الحوثيين أو الانفصاليين. أنتم أيضا لن تستمروا قوى مسيطرة، يعني سيطرتكم على الأجواء اليمنية مرتبطة بوجود هذه الشرعية، لهذا لا تعبثوا بهذه الشرعية، لا تستخدموا هذه الشرعية لإيذائنا، لا تستخدموا هذه الشرعية لتفكيك دولتنا، لن نسمح لكم. ما الذي جعلك تقول أستاذ ياسين إيران لن تملأ هذا الفراغ؟ إيران ستملأ هذا الفراغ، لكن هل إيران وحدها ستملأ هذا الفراغ؟ إذا ما سقطت هذه الشرعية بفعل مؤامرة ومخططات الآن تقوم بتنفيذها الإمارات السعودية، قوى كثيرة في العالم يمكن أن تملأ هذه الفراغ. من الذي يمكن أن يحتكر المشهد اليمني بعد عندما تسقط هذه الشرعية؟ مزيد من الفوضى إذا سيعيش اليمن، مزيد من الفوضى، مزيد من الفوضى، لكن فوضى توصلنا إلى نهاية سليمة وإلى دولة نستطيع حمايتها أفضل من هذا السلام المخادع الكذاب الذي تمنحنا إياه. ياسين، لن نتحدث عن الدبلوماسية اليمنية. قبل أيام استقبلت إيران ممثل الحوثيين، عين سفير في طهران. هذه النقطة في غاية الأهمية. هل كانت إيران تستطيع أن تستقبل سفيرا من جهة غير مخولة، من منظمة طائفية في اليمن سيطرت على صنعاء بتمويل سعودي إماراتي؟ هذه هي المشكلة. من الذي أوصل الحوثيين إلى صنعاء؟ الإماراتيين والسعوديين. لولا التفاهم الإيراني الإماراتي، ولولا أن هناك رغبة مشتركة وحالة في تقاطع مصالح بين إيران والسعودية والإمارات، اليوم المخطط يقضي بتقسيم اليمن. إيران اليوم تكرس الأمر الواقع. إيران تكذب عندما تقول أنها تحرص على الجمهور اليمني. عندما تستقبل السفير الحوثي فهذا يعني أنها بدأت تتعاطى مع قسم من اليمن، بدأت تقسم اليمن. هي تشجعت بفضل الاتصالات التي أقيمت مؤخرا على المستوى على مستويات عالية بين الإمارات وإيران، وهذه الاتصالات بمباركة سعودية هي التي اليوم أعطت إيران فرصة لكي تتخذ هذه الخطوة. لأن الإمارات عندما أوعزت للانفصاليين بالانسحاب من مديريات شمالية ومن محافظات شمالية إلى الحدود الشطرية، عندما رأينا كيف الحوشة التي قاومت مقاومة شرسة منعت عنها الإمدادات حتى يصل الحوثيين إلى أقصى نقطة تتعلق بحدود الجنوب السابق، أيضا في القبيطة، كذلك في مناطق أخرى حدودية، في البيضاء إلى آخره إلى آخره، هناك محاولة لإعادة تقسيم اليمن. من الذي يقوم بهذه المؤامرة؟ الإمارات والمملكة العربية السعودية. إذن إيران كما هي المملكة العربية السعودية كما هي الإمارات يعني ربما توافقوا على تقسيم اليمن. هذا اليمن ليس تركة سائبة، هذا اليمن ليس ضعيفا، هذا اليمن اليوم الذي يساهم أبنائه تحديدا في إضعافه من خلال الإبقاء على خطوط الصراع كما هي عليه اليوم، هؤلاء عليهم أن يرعوا. والشعب اليمني أكبر من الفصيل الحوثي، الشعب اليمني طيب أكبر. آخر دقيقتين أستاذ ياسين، لو نعلق فيها على التحركات الشعبية الأخيرة، عدد من الجاليات اليمنية في الخارج نفذت عديد من الوقفات الاحتجاجية، تقييمك لهذه الجهود الشعبية، وهل يمكن القول أنها تجاوزت الجهود الرسمية؟ طبعا هي تجاوزت الجهود الرسمية، وهذه أعطت مؤشر على أن الشعب اليمني لا يمكن أن يسلم ولا يمكن أن يبقى يعني مكتوف الأيدي. إذا كانت السلطة الرسمية التي تمثله سوف تخذله ولن تقوم بدورها كما ينبغي، فالشعب اليمني قادر على القيام بدوره. هذه الفعاليات ينبغي ألا تتوقف، يعني لكي نكون واقعين هذه الفعاليات ينبغي أن تستمر، لأن العالم في نهاية المطاف عليه أن ينظر أمامه لتحركات شعبية حقيقية، عليه أن يسمع أصوات غير الأصوات التي تحاول السعودية والإمارات أن تحتكرها أو توصلها فقط لأسماع المجتمع الدولي. اليمن ليس عبد ربه منصور هادي، وليس الحوثيين، وليس الانفصاليين. اليمن أكبر بكثير، واليمن بأطيافه الواسعة هذه الأطياف التي أثبت أنها يعني شديدة الحرص على بلدها، هذه الأطياف الواسعة التي تحركت عبر العالم ينبغي أن تستمر في هذه التحركات، وينبغي أن تتصل التحركات الخارجية بالتحركات الداخلية. يعني مثلا السلطة على هشاشتها، يعني عندما أصدرت بيانات جريئة بحق السلوك الإماراتي وبحق العدوان الإماراتي، انظر كيف تفاعل اليمنيون معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الداخل وفي الخارج، الجميع نسوا خلافاتهم، الجميع بدأوا يشعروا بالقلق. هذا الشعور بالقلق هو الذي سوف يوحد اليمنيين، وإذا تمادت السعودية والإمارات في تكريس هذا الشعور بالقلق لدى اليمنيين فسوف ينفجر اليمنيون في وجه الجميع، وسوف يحققون أهدافهم في نهاية المطاف، شاء من شاء وأبى من أبى. أشكرك جزيلا أستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من الأردن الأستاذ عبد الناصر المنتظر. شكرا جزيلا لك. انتهت هذه الحلقة من المساء اليمني، حلقة جديدة السبت، في أمان الله.